السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي موقع بتعمل لك السي في بتاعك من خلال الذكاء الاصطناعي، من خلال شات جي بي تي. الفكرة كلها انت بتدخل على شات جي بي تي وتقول له مثلا اعمل لي سي في على محاسب يكون خبرة 5 سنين، او يكون بيعرف يشتغل مثلا على الاكسل والاكسس وهو، فتلاقي السي في ظهر لك وتعدل بس تعديلة بسيطة. فهو هنا بتعمل لك نفس الفكرة، لكن الموضوع بيبقى اسهل. تمام، بتبدأ تكتب له ايه الحاجات اللي انت عايزها وهو يظبطها لك في كذا تمبليت موجودين جاهزين. فالموضوع بيبقى سهل جدا وبيوفر عليك وقت، وزيت ان في ناس كتير ممكن ما يكونش بيعرف يكتب السي في او ما بيعرفش يعمل السي في، فده هيساعده كتير جدا. زائد ان انت ممكن تكتب وهو يعمل لك ريفيو على السي في بتاعك، بحيث ان هو يكون فرصته في القبول افضل. طيب تعال نشوف الموقع التاني، اسمه شات جي بي تي فيمس ريزيوم، بيعمل لك هو برضو السي في. تقدر تعمل براوس تختار الشكل اللي انت عايزه وتقدر تعدل. تمام، يعني مثلا اخترت السي في دوت. تمام، سيبك من كلمه بيل جيتس ومارك زوكربيرج والحاجات ديت، لكن دي الحاجات اللي ايه الاساسيه اللي تقدر انت بكل بساطه تعدل، تختار وتعدل، تختار وتعدل لحد ما تعمل السي في بشكل كويس جدا. وهو بيعتمد برضو بالذكاء الاصطناعي. كل الموقع اللي هنشوفه النهارده معتمد على الذكاء الاصطناعي في انها تعمل لك السي في بتاعك بشكل حلو. بتقول له انا عايز اشوف امثله، وتقدر ان انت تتعدل بكل بساطه لحد ما توصل للسي في المقبول في الشركات. تمام، هتكتب جوب تايتل، هو يجيب لك الديسكريبشن بتاعتها. مجرد ان انا قلت له عايز ابدا، فبيقول لي طب انت عايز السي في بتاعك ازاي، وعايز السالري كام، والمكان اللي انت هتشتغل فيه، وهكذا. باسئله بسيطه بيبدا ان هو يظبط لك السي في بتاعك. ممكن يظبط لك الاي اي ريزيوم والاي اي كفر ليتر. تبدا بس تديله بعض المعلومات البسيطه. تمام، التايتل بتاعك ممكن مثلا بين مانجر جنريت، هو بقى من خلال ان هو بيقارن الاف السيفيهات ويبدا ان هو يوصل لانسب حاجه انت ممكن تكتبها في الليتر بتاعك. تمام، يعني بدل ما تكتب انا بيم مانجر خلاص، لا هو كتب لك القصه كلها. طبعا انت لازم تراجع عليها وتتاكد منها قبل ما انت تبعتها. بيقول لك انت عايز تبدا ازاي، ممكن من خلال لينكد ان، هياخد كل معلومات لينكد ان ويعمل لك السي في بتاعك. فده طبعا هيوفر عليك وقت. ولو حد مش عامل لينكد ان يا ريت يعمل لينكد ان. اه بيقول لك سيف، اعمل سيف للسي في وارفعه هنا. طيب فهاجي هنا واقول له ده الصفحه بتاعتي على لينكد ان، واقول له سيفها لي سيف تو بي دي اف. والبي دي اف اللي هيسيف هو ده اللي انا هرفعه هناك، هو هيبدا يدخل على المعلومات ويحولها لصفحه عندي. هو يرفع الملف ويبدأ يعمل استخلاص للبيانات بتاعتك من السي في. فبدأ ياخد المعلومات اهوت، ويبدأ ان هو يشوف يقول لك ايه المعلومات الناقصة اللي انت لازم تحطها عشان السي في بتاعك يكون خلصان، ويظبط لك بقى الهيدلاين والحاجات دي كلها. وفي الاخر تقدر ان انت تسيف السي في اللي هو يدولك اللي انت تقدر انت تبعته. طيب الموقع اللي بعد كده برضو جاسبر، برضو بيشتغل بالذكاء الاصطناعي. تقدر بكل سهولة تقول له اعمل لي السي في. بيسألك معلومات بسيطة، ياخد المعلومات دي تعمل لك السي في بتاعك. ده برضو نفس الفكرة ريزي. كل اللي عليك ان انت بتدخل معلوماتك مرة واحدة وهو يبدأ ان هو يظبطهولك من خلال الذكاء الاصطناعي. وده برضو واخيرا دوت. كلهم فكرتهم بسيطة، ان بدل ما انت تقعد تكتب معلومات ما يكونش هو بقى يظبط لك جملة كاملة مكتوبة بشكل كويس، بيعملك سي في بشكل احترافي.
من خلال ان هو بيعمل مقارنه مع الاف السيفيهات ويقول لك مثلا والله انت شغال ديزاين فده انسب حاجه بالنسبه لك، انت شغال في كذا فافضل الكلام تتكلم عنه كذا بالشكل الجميل دوت. التوفيق ان شاء الله. لو في موقع تاني عجبتكم يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات، لو جربت موقع ولقيته حلو وتنصح بالناس برضه تكتبوا لنا في الكومنتات.